الوقت ده زمن محتاج لوقفة صح، مش وقت ضعف وبكاء ولا وقت هم وفقر. الوقت ده زمن محتاج لوقفة صح، مش وقت ضعف وبكاء ولا وقت هم وفقر. افرد وطيح انما الزم قانون السماء، افرد وطيح انما الزم قانون السماء. قالوا الحياة دي متعبة، سككها متسردبة، تدوس في ناس طيبة بس انت فوق قدها، عايزة البيبة انت بدبة مش عايزة تقوم. الوقت ده يا زمن محتاج لوقفة صح، سد ويعادي قيس الضعيف ووزنه من كسرته فاضي، قوم للقوي ومكنه حيسد ويعادي قيس الضعيف ووزنه من كسرته فاضي. مش غابة بس البشر مطلوقة متسابة، الغدر فيها انتشر سردبة، بتدوس في ناس طيبة بس انت فوق قدها، عايزة البيبة انت بدبة مش عايزة تقونا. الوقت ده يا زمن محتاج لوقفة صح. لما تشوف سميرة؟ سعاد؟ انت يا سعاد؟ صحيح، دي للكلب عمره ما يتعدل، وكتاب الله انا نكون مجرساكم في الحته كلها يا فؤاد. سميرة انت عملت ايه؟ سميرة استني هنفهمك، حرام عليك. استني يا سميرة. الو، كله تمام يا برنس؟ يعني فؤاد هو اللي وزع عبد الله عشان يبوظ التلاجة. انا كنت شاك يا ويلو مني الكلب ده، يقابل مني بقى لما يشيل. يعني نسيب الحمارة شاهين ونمسك في البردعة؟ مين اللي وزه؟ عايز تقول ايه يا عم؟ فؤاد القرش عنده تلاجة سمك بينقل بيها لجميع محافظات مصر. العربية دي حنفية فلوس، احنا بقى نقفل الحنفية ونبقى ردنا شعراية لفؤاد من اللي عمله فينا. يا ترى ايه اللي مستخبي من بلاويكو تاني؟ ياما في الجراب يا حاوة شاهين. ولسه يا فؤاد البادي أظلم. أنت سايبني رايح فين؟ إيه؟ أنت عايزة حاجة؟ أنا خايفة يا فؤاد. خايفة من إيه؟ أنا مش فاضل دلع الحريم ده. خدي بنتك في حضنك وقفله عليك وباب الشقة. أنت ليلة غبرة.
علينا. تعالي. ألو، أنا فؤاد القرش، مين بيتكلم؟ إيه؟ حصل إمتى ده؟ طيب طيب أنا جاي حالاً. نهار أسود، إيه الليلة اللي مش باين لها نهار دي؟ هي الناس دي ما بترحمش ليه؟ مش عايزين يسيبوه في حاله ليه؟ أنا اللي سمعته في القهوة النهاردة على شاهين كلام يسم البدن. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي يجيب سيرته بالراضي. طب ما تكلمه يابا كده وحذره، خليه يبعد عن سكة نوال دي مادام هيجيله من وراها القلق ده كله. عمك فودة قال لي انه كلمه وحذره وهو ما سمعش الكلام. يعني ايه ما سمعش الكلام؟ يعني شاهين عارف اللي بيتقال عليه ده وساكت؟ مش عارف يا بنتي، انا ما بقتش عارف اي حاجة. احنا بقينا في زمن ما يعلم به الا ربنا. خلاص يا بنتي يا نوال، فاضل على الحلو الدكة وتوصلي للي انتي طول عمرك بتحلمي بيه. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرف جناحي عالهوى زي اليمامة. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة. وقطر وقرفرف في الفضاء. شحم ولحم، اطمني. ازاي؟ امال العباره اللي غرقت بالناس اللي عليها دي تبقى ايه؟ اهدي بس يا حبيبتي، وانا هنحكي لك على كل حاجه. اللي بيحصل ده فؤاد، بدات بالمركب وبعدها شاهين علم عليك. وقف بينك وبين مركب حسان، هاتم صد الثلاجه تراي اللي مستخبي لك تاني. ومين اللي ورا ده كله؟ سيد الناس الحق، سيد الناس الحق الحق. سيد الناس هلو، ما هي المصايب زي القطر كله بيجي جرر بعضه. في ايه؟ الحاج حسان الله يرحمه ويحسن اليه رجع. بتقول ايه؟ انت مسطول يا خراب، امشي من وشي، امشي من وشي، لا اقطع الجزمه دي على دماغك. والله زي ما بنقول لك كده، الواد صالح ويوسف المعجباني واخد بالك معايا، شافوا جثته وهي داخله البلد على رجليها. انت بتقول لي ايه؟ انتوا اتجننتوا؟ امشي من وشي، لا اقطع الجزمه دي على دماغك. يعني الشهرين وشويه دول كنت في الاردن؟ انا ما نعرفش انا كنت فين ولا ايه اللي حصل، غير بعد ما فقت من الغيبوبة اللي جات لي بعد ما فرقة من حرس السواحل الأردنية أنقذتني أنا و17 من اللي كانوا في العبارة. نقلوني على الأردن، ما كانش معايا أوراق هوية، كل حاجة غرقت وراحت في العبارة. رحت في الغيبوبة، وبعد ما فقت من الغيبوبة ما كانش معايا أي رقم حد منكم عشان نتكلمكم ونطمنكم. امبارح بس سمحولي اني نخرج، واديني اهو قدامك الحمد لله، ربنا كتب لي عمر جديد. ايه مالك يا نوال يا حبيبتي؟ ها؟ لسه الفرحه مخلياكي مش مصدقه اللي حصل ده كله؟
طبعا يا حاج، ده انا من فرحتي برجوعك زي ما يكون ردت فيا الروح من تاني. هو البيت ماله ساكت كده ليه؟ امال فين ليلى وحسن؟ تلاقيهم نايمين. انا مش هنقدر نصبر للصبح. انا هنروح نصحيهم. استنى يا حاج. في ايه؟ حد حصل له حاجه؟ حسن كويس؟ الحمد لله كويس، ربنا يبعد عنه اي شر. وليلى ايه؟ ليلى جرى لها ايه؟ ساكتة ليه؟ ليلى كويسة بس في المستشفى. مستشفى؟ مستشفى ليه؟ ايه اللي حصل؟ ان انا ما بنفطرش. لا انت كنت ما بتفطرش، انما من هنا ورايح هتفطر وتتغدى وتتعشى على ايديا. هنعملك كل اللي انت بتحبه. كل اللي انا بحبه؟ ايوه يلا بقى. ماشي. اسمعك، كنت بتقولي كده يقول ان عشان قعدت معاكي 3 ايام ورا بعض ان هنقعد العمر كله هنا بقى. يعني ايه يا منصر؟ يعني انت مش هتقعد معايا ولا ايه؟ نقعد معاكي ونسيب شغلي ومصالحي في الماكس ليه؟ مجنون؟ اسمعي بقى يا حنان، علشان ايه؟ نبقوا على نور من اولها زي ما بيقولوا، الاول شرط اخره نور. شغل بقى ما تسيبليش لوحدي، اصلي بخاف، اصل انت جوزي، اصل انا مراتك، ليا حقوق عليك، وردت النسوان ده ما بياكلش معايا خالص. والا بجد هنزعل منك ومش هنحب. خلاص اللي تشوفه يا حبيبي. ايوه كده. ايوه كده. ايوه كده. او كده الواحد يفطر بمزاج. يلا. يلا اسمع، هتوقعي في طارق يا مان، هتوقعي في طارق. انا بنحلم. لا انت صاحيه. أنا لسه عايش، ربنا نجاني واديني قدامك أهو شخص سليم. الحمد لله على السلامة يا خير. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ألف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شفت يا خالي اللي جرالي؟ شفت اللي جرالي من بعدك؟ افتكروا إني وحيدة وماليش ظهر يا خالي. ما تعيطيش. ما تعيطيش يا بنتي. ايه اللي حصل؟ احكي لي. الحاج حسن رجع؟ ازاي؟ انا كمان اتصدمت زيك كده بالظبط. الدنيا لفت بيا، ما حسيتش بنفسي. ما كانش حد يخطر في باله. الحمد لله. الحمد لله. انت فرحان؟ فيه يا شاهين؟ وايه الغريب في ده؟ انت مش عارف رجوع حسان ده معناه ايه؟ معناه ان كل اللي كنا بنرتبه له باظ. واحنا كنا بنرتبه ليه ان شاء الله؟ ما نقصدش، انا نقصد اللي عملناه اتلخبط. ده انت المفروض تبقي فرحانه انه رجع، ده هيلاقيكي حافظتي على مركبته وفلوسه من فؤاد الندل. يتحرق فؤاد على المركب على حسان، انت هتبقى بامتى بقى؟ انت فاهم ان انا كنا بنحافظ على كل حاجه حسان عشان حسان، ده عشانك انت، عشان تفضل جنبي ومعايا. افهم بقى. السلام عليكم. ما بدري يا حبيبي،
كنت استناها لك يومين ثلاثة كمان بالحتة اللي كنت مستخبي فيها وقفل تليفونك. زي بعضه يا ريس، كنت مخنوق وقرفان حبتين. الله، كنت محتاج كم يوم كده نقعد فيهم مع نفسي ونغير جو. ما تحددش الدنيا يعني. لا اتحدد، اتحدد على دماغك ودماغ ابوك كمان. ماشي. فيها بس فؤاد، صوتك جاب الاخر الماكس. ايه اللي حصل؟ ما تفهمونا يا اخوان؟ اللي حصل انكم نايمين على ودانكم، ما انتوا دارين باللي بيجرى واللي هيغرقني ويوديني في 60 داهية تاخدكم انتوا الاثنين. اهدى بس، اهدى يا كبير، قول لي ايه اللي حصل عشان نفهم. تعالى يا شاهين ناخدوا كل حاجة ونروحوا نعيشوا بعيد عن هنا. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ اتجننتي ولا ايه؟ هو في ايه حوالينا في ريحة العقل؟ أنا ما كنتش بنعمل كل ده ونحارب ونخطط عشان حسان يرجع ياخد كل حاجة على الجاهز. وأنا ما عملتش ده إلا عشان نرد جزء من الدين اللي في رقبتي للراجل ده. ده اللي خلاني نقف جنبك ونساعدك، مش عشان أي حاجة من الأوهام اللي في دماغك دي. لا يا شاهين، لا، حبي ليك مش أوهام. حبي ليك الحاجة الوحيدة الحقيقية في حياتي. حبي ليك هو اللي خلاني نصبر ونستحمل السنين دي كلها. حبي ليك أكبر من أي حاجة. أنا مش ممكن نفكر لحظة واحدة إن نخون الراجل اللي رباني. الراجل ده هو أول راجل باعك في عز ما أنت محتاجه. هو اللي رفض يجوزك ليلى لأنه شايف إنك ما تستحقش إنك تناسبه. بعد كل اللي عمله ده جاي تقول لي خيره عليك؟ فوق يا شاهين. اسكتي، انت مش فاهمة حاجة. تقدر تقولي ايه اللي عاجبك هنا؟ عاجبك الفقر ولا بهدلت الدنيا فيك؟ اسمع كلامي، ما تضيعش الفرصة. انا مش عايز نفضل عايش نلعب في نفسي بسببك. ابعدي عن سكتي يا نواة. اللي بينا خلص، لان اساسا ما كانش في حاجة بينا. انت جنسك ايه؟ اي واحد غيرك عنده ذرة عقل او احساس كان زمان اول ما جاته الفرصة ولع في الناس اللي ظلموه وبهدلوه. لكن انت عامل زي القط، ما بيحبش الا خناقه. انت عايز ايه؟ عايز تفضل تاخد فوق دماغك وتسكت؟ تضربني يا شاهين؟ تضربني عشان بحبك؟ مش عايزه اي راجل تاني غيرك؟ الشيطان مش بني ادم. الشيطان عشان بنحبك؟ الشيطان عشان مستعد نبيع الدنيا كلها عشانك؟ كفايه كفايه. اطلعي بره، اطلعي بره، يلا يلا يلا. حاضر، هنطلع بس هتشوف انا هنعمل ايه. ازرق، انا ايه اللي نايمني لغايه دلوقتي؟ يا زينه، زينه بنت، زينه البنت دي راحت فين؟ معقولة تكون عملتها وخرجت زي المرة اللي فاتت لوحدها؟ ماشي.
الله، انت قاعد هنا والحته كلها مقلوبه بره؟ الحاج حسان راجع يا شاهين. ما انا عارف. عارف؟ عارف ايه؟ وعرفت منين؟ إيه؟ هو في حاجه تستخبى في البلد دي؟ الله، مالك؟ مالك يا شاهين؟ انا كنت فاكر انك حاطين بالفرح لما تسمع ان الخبر الحلو بتاع الحاج حسان ده. مالك يا ابني؟ أم أم دكتور دكتور أم أم نقطع دراعي إن ما كانت سميرة هي اللي ورا كل اللي بيحصل ده، من أول حريق المركب لحد التلاجة امبارح. مش سميرة يا فالح. طب وأنت إيش عرفك؟ قلت لك مش سميرة وخلاص. ولا رجوع حسان الغريب ده؟ هو الراجل ده مش عايز يموت؟ متبت في الدنيا كده ليه؟ شكلها هتطبر على دماغك يا عويس. سلام عليكم. يا حبيبي، ألف حمد لله بالسلامة يا حسان يا أخويا. الله يسلمك يا فؤاد. ليك وحشة والله العظيم ثلاثة ومالك عليا يمين. كنت هنجيب منذر ونيجي نزورك النهاردة. أهلا وسهلا، اتفضل. الحمد لله على السلامة يا حاج حسان. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ألف حمد لله على السلامة. عايزنا نحط إيدي في الإيد اللي اتمدت على بنت أختي؟ اللي بتقوله ده يا حسان؟ إيه اللي حصل؟ اسأل ابنك، هو هيقول لك عمل إيه في ليلى يا فؤاد. خير يا دكتور؟ للأسف الحالة اتدهورت، حتى المرض وصل لمراحله الأخيرة، والتدخل الجراحي مش هيجيب أي نتيجة. مرض ايه وتدخل جراحي؟ يا ايه الحكايه؟ ايه؟ انت ما تعرفش ان عندها ورم في المخ؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ حصل اللي بيقول عليه عمك حسان ده؟ انت عايز يقول لك ما حصلش؟ هي حصلت؟ قسما بالله العظيم لا يكون حسابي معاك عسير وما هنعديها لك يا منذر. يا ريس يا ريس، انا كنت متنرفز وعصبي، ما كنتش عارف انا بنعمل ايه. اخلص! انت فاكر اللي بتعمله ده شغل رجاله؟ ده شغل عيال. حكى عليا يا حاج حسان، ايه اللي يرضيك علشان تسامح منذر على الغلطة الزفت اللي غلطها دي؟ أنا عمري ما هنسامحه على اللي عمله في ليلى بنت أختي. الفاتحة اللي احنا قريناها سوا اعتبرها ما حصلتش يا فؤاد. سلام عليكم. يا حاج حسان ما... لا فين يا حاج حسان؟ استنى بس نتفاهم. اللي أنت عملته ده مناسب؟ في حد يعمل كده؟ شش. أما تيجي تتكلم مع الريس منذر تبلع لسانك جوا بقك. ايه اللي هببته ده؟ انا هتصرف. ازاي ما تقوليش؟ ازاي تخبي عني حاجة زي كده؟ استغفر الله العظيم، حلفتني يا ابني، حلفتني على المصحف ما نقولكش ولا نجيب لك سيرة. كانت شايفة الدوامة اللي انت كنت فيها، كانت شايفة الهموم اللي انت شايلها، ومكانتش عايزة تزود همومك هم كمان. وانا سبت نفسي للدوامة وغرقت فيها، ما خدتش بالي مرة انها كانت تعبانة ولا بتشتكي من حاجة. كل اللي كنت بفكر فيه هو نفسي وبس. بنقول لك ايه، صلي على النبي مار. لا صوت. ما تحملش نفسك ذنب اي حاجه، المرض ده اصله بايد ربنا، المرض والصحه بايد ربنا وحده سبحانه وتعالى. وربنا اللي وصى على الام، وانا اتلهيت عن امي بمئة الف حاجه. اتلهيت بفؤاد ومنذر ونوال وليلى وسعاد وده وده وده، ونسيت امي. نسيت أمي اللي ضيعت عمرها علشان نبقى بني آدم، بدل ما نشيلها على كفوف الراحة
سبتها للعيل ينعش فيها. وانا ولا داري. مبسوطة يا حبيبتي؟ ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك أبدا. ولسه هتسمعي خبر هيفرح قلبك صحيح، والدنيا مش هتبقى سايعاكي من الفرحة. أنا ما بقتش عايزة حاجة من الدنيا دي. لا ما تقوليش كده. الله، أنا عارف إن أنت تعبت كتير، بس لازم تجمدي. ما تفكريش في حاجة، انسي. مش عايزك تفكري في أي حاجة، ارمي من ورا ظهرك. اوعي تفكري في اي حاجه طول ما انا عايش. يلا يا نوال، يلا نسيبوها تستريح شويه. الحنيه السياده والدلع الفايض منك قوي ده يا حاج على الست ليلى. حاسس جوايا اني ظلمتها وقسيت عليها، وهي ما تستحقش كل ده. ربنا يقدرني ونعوضها ونفرح قلبها. ازاي بقى ان شاء الله؟ بان نديها للي تستحقه ويستحقها. انا حاسس كده ان ربنا مد في عمري بعد ما كان بيني وبين الموت خطوه واحده، عشان نكون سبب في اني ما نفرقش بين قلبين ربنا جمع بينهم في حب طاهر نظيف. انت تقصد مين يا حاج؟ ما تستعجليش، بكره تعرفي. الوقت حسن فين؟ عاجبك كده؟ اديك ضيعت كل حاجه وبوظت كل الترتيب اللي رتبناه بسبب غبائك واندفاعك. قلت غلطان من الاول، اعتمدت عليك وافتكرت انك هتحسب كل خطوه قبل ما تخطيها. نعم، يعني عايزاني نعرف انها راحت تقابل الزفت اللي اسمه شاهين ونعمل نفسي هندي كاني ما سمعتش حاجه؟ ولا تحب نسقف لها؟ وبعدين هو ماله راجع مستاوي علينا قوي كده ليه وفارد قلوعه على الاخر؟ ها؟ حصل ايه يعني عشان ده كله؟ بنقولك يا نوال، بنقولك ايه؟ الكلام مش هينفع في التليفون، انا لازم نشوفك عشان نعرف نرتبه ورقنا من اول وجديد. جاي بعد خراب مالطة تقولي نرتبه ونعمله؟ لا، مش هينفع نخرج طول ما حسان في البيت. مش عارفة راجع ماله، زي ما يكون عملوله غسيل مخ. خلاص خلاص، هنشوف أي طريقة ونخطف رجلي لحد أنيسة ونشوفك هناك. سلام. ولو كان اللي في دماغي ده صح وناوي تعمله يا حسان، وديني وما أعبد لنولع فيك وزي ما يكون. تفتكر يا سيد الناس حاج حسان هيعمل ايه لما يعرف الكلام اللي داير على اللي حصل في غيابه؟ هو الكلام اللي داير يا هدهد، شاهين ونوال يا سيد الناس، شاهين ونوال سيرتهم على كل لسان، رايحين جايين مع بعض ليل ونهار، ويا عالم بقى في ايه تاني؟ استغفر الله العظيم. راح عليا بقى واحكي لي على كل كلمه سمعتها من طقطق لسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. الف حمد لله على السلامه يا حاج حسان.
الله يسلمك يا شيخ مرسي. تقبل الله فيك. ازيك يا حاج حسان؟ الله يخليك يا عم. دل على السلامة يا حاج حسان. الله يسلمك يا اخويا. ألف حمد لله على السلامة حسن يا اخويا. الله يسلمك يا ابو الفضل. الله يسلمك. أهو أنت كده صدق عليك المثل اللي بيقول اديني عمر وارميني البحر. أيوه. على قولك يا ابو الفضل. احكي لي بقى زي احوالك واحوال الحته، حصل ايه في الكام شهر اللي فاتوا دول؟ حصل حاجات كتيره قوي حسن اخويا. بقول لك ايه، ما تيجي نقعد عندي في البيت نشرب كوبايتين شاي، وبالمره تسلم على سناء بنتي، دي كانت هتطير من الفرحه لما عرفت انك رجعت بالسلامه. بنتي حلال زي ابوها. الله يخليك. بس انا نفسي ناخد الشاي بقى على القهوه، وحشتني لمة الصيادين. ايه في ايه؟ قوم يا راجل قوم، انا سايب الوقت حسن بيلعب بره. يلا. لو ماتت مش هتموت من العيا، هتموت بإرادة ربنا. بعد الشر عليك، انت كويسة، هناخدك المستشفى وإن شاء الله هتقومي بألف سلامة. وبعد ما أقوم وأخف وكده كده هيجي الموت، أنا مش خايفة من الموت، كنت نفسي بس أفرح بيك وأشوف ولادك. هيحصل إن شاء الله، هيحصل إن شاء الله، هتشيلي ولادي وولاد ولادي بإذن الله. حسن، حسن، إيه؟ أنت بتنام؟ ده أنا كنت عرفت لك عزوزة. يعني شاهين سدد لفؤاد 150,000 جنيه، غريبة أوي. وإيه الغريبة في دي يا حسن أخوي؟ أصل نوال ما قالتليش حاجة، وما جابتليش سيرة عن الموضوع ده، وفؤاد كمان مع إنه كان معايا، إنما شاهين جاب 150,000 جنيه منين؟ ما نعرفش والله، بس كل اللي نعرفه إن شاهين كان برج من دماغه هيطير لما عرف إن فؤاد هيحجز على المركب، وباله ما هداش الا لما سدد لفؤاد فلوسه على دير المليل. فيه الخير طمرت فيه العشره، كلامك ده ابو الفضل شجعني على اللي كنت ناوي عليه. صحيح الراجل ما يتعرفش الا وقت الشده. هما الرجاله بيبصوا لي من تحت لتحت ليه وبيتودودوا كده؟ لا مفيش حاجه يا حسن يا اخوي، تلاقيهم بس مش مصدقين ان ربنا نجاك ورجعت بالسلام. طيب نقوم نروح حسن ينام، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. يلا ان شاء الله. ايه ده انت بقيت جامد؟ ولا عن الكرسي. تفضلي واقفة كده تضربي أخماس بالأساس ومش عارفة إيه اللي بيحصل؟ ما كانت كل حاجة ماشية زي ما أنت عايزة. لازم تتصرفي بسرعة يا نوال، لازم. مش هتيجي معايا يا فودة نروح لشاهين؟ اشمعنى دلوقتي يا حاج حسان؟ ما هو كان قدامك وكان هيبوس رجليك عشان تجوزوا ليلى. ايه اللي اتغير دلوقتي؟ انت اللي بتسال السؤال ده يا فوده. انا طول عمري ما نتمناش لليلى عريس الا شاهين، بس انت عارف وكل يعرف الماضي اللي بيطارد شاهين وممكن يرجع في اي لحظه، ولا نسيت؟
ولما انت لسه فاكر وخليت الماضي ده يقف قدامهم بين شاهين وليلى، عاوز تجوزهم لبعض ليه دلوقتي؟ لاني حسيت ان بنتحكم في اللي ماليش يد فيه. شاهين حرام ناخده بذنب ما ارتكبوش ولا يعرف عنه حاجه. انا حسيت وانا بين ايدين ربنا ان استغفر الله العظيم بنتحكم في ارادته ومشيئته. انا هنعمل اللي عليا واللي كاتبه ربنا بعد كده هو اللي هيكون. اتاخرت قوي يا حاج حسان، انت شفت حاجات كتير بس متاخر قوي. يا ريتك كنت شفتها من زمان، كان يمكن حاجات كتير اتغيرت قوي دلوقتي. تقصد ايه؟ تقصد ايه يا فوده؟ انا مش فاهم، اتكلم. ملوش لازمه الكلام يا حاج حسان، وملوش لازمه كمان اللي انت عايز تعمله ده. شاهين ما بقاش ليلى خلاص. انت في حاجه مخبيها عليا يا فوده. الله، ابو الفضل يقول كلام مش مفهوم وانت جاي تكمل عليه. ما تقولولي في ايه؟ مفيش يا حاج. مفيش يا سيدي، خلاص انا غلطان اللي جيت لك. انا هنروح لشاهين لوحدي وهنقرا مع فتحه ليلى. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش دي شقه الست زينة متولي برضو؟ ايوه خير. هي جرى لها حاجه يا سيدي؟ احنا ما نعرفوش، احنا جايين نستلم الشقه. شقتي ايه؟ كلام فارغ ايه اللي بتتكلموا فيه ده؟ مدام زينة بعت لنا الشقه دي وجايين نستلموها. يا نهار اسود، يعني ايه بعت الشقه؟ مالك يا بنتي؟ المفروض تكوني مبسوطة، الحمد لله إن خالك رجع عشان يخلصك من الهم اللي انت غرقانة فيه. خالي جه متأخر قوي يا أم حنفي. خالي ما كانش غايب الكام شهر اللي فاتوا بس، خالي كان غايب بقاله كتير. الحمد لله إنه رجع وهيصلح لي كل حاجة. في حاجات ما بينفعش تتصلح بعد ما بتتكسر. ارمي حمولك على الله، ربنا ما بينساش حد ابدا، وكلها هتفرج باذن الله، وانت قلبك ابيض زي الفل. انا خلاص مش عايزه حاجه، انا بس خايفه من بكره قوي، مش عارفه شايل لنا ايه. خير ان شاء الله. سامحني يا صاحبي، يا ريتني كنت سمعت كلامك. ازيك يا هدهد؟ الحمد لله زي البوم. انت عامل ايه؟ نحمده الحمد لله. ايه رايح على فين كده؟ رايح عند شاهين. يا نهار اسود، ومنال ب60 نيله. انت عرفت؟ عرفت ايه يا هلا؟ ما دام بتسال يبقى ما عرفتش ايه. ما دام بتسال تاني يبقى عايز تعرف. انا هنقول لك، بس الاول تعال نروح حته هاديه عشان نعرفه ناخده ونده مع بعض، واخد بالك معايا؟ ليه بس يابا؟ ما قلتلوش. نقولها له ازاي دي بس يا بنتي؟ دي اعراض، عايزاني نخوض فيها ازاي؟ عندك حق، بس كان لازم برضك تقول له. كلامك معايا بقى كان هيفرق عن كلام اي حد تاني.
يعني من دلوقتي اي حد تاني ممكن يوصله الموضوع ازاي؟ ومين بس البجح اللي هيتكلم معاه في موضوع زي ده؟ مفيش اكتر من البجحين واللي عينهم مكشوفه وبيكرهوا شاهين وما هيصدقوا يضربوه في موضوع زي دوت عند الحاج حسان. صدقتي والله يا بنتي عندك حق، بس انا ما قدرتش، لساني ما طوعنيش. ربنا يسترها عليه، كفايه عليه اللي شافه. عارف لما الدنيا دي كلها تضيق ما تبقاش شايف منها ولا فيها غير بني آدم واحد بس، لما يضحك الدنيا تضحك لك قوي، لما يزعل الدنيا تسود في وشك قوي. خلاص يا حم خلاص، اللي حصل حصل ونحمده ربنا انها جت على قد كده. هو انا كان ممكن يحصل معايا ايه اكتر من كده؟ ده انا رميت كل حاجه ورا ظهري ودوست على اي حاجه في كل حاجه عشان نرضيها. ده انا استغفلت الناس، سرقتهم ونصبت عليهم عشان نجيب لها الشقه والفلوس ونحقق لها الحلم اللي كان نفسها فيه والعيشه اللي كانت عايزاها. بص يا حم، كلنا بنغلط، بس المهم اننا نتعلمه من غلطنا ونفوق وما نغلطش من تاني. اتعلم ازاي بس يا صاحبي من فوق ازاي؟ انا خلاص مبقاش حلت اي حاجه، ما انت عارف بعت البيت ونصيبي في المركب، ده غير ولاد خالي اللي لو عرفت انا عملت معاهم ايه وسيدنا المرسي ما هتعرفني تاني ولا تبص في وشي. عرفت يا حم. عرفت ازاي؟ مش وقته، بس اطمن يا حم، الحوار اتحل خلاص ومحدش من ولاد خالك ليه عندك حاجة. اطمن، اللي راح ممكن يرجع من تاني، وبيت أخوك مفتوح لك. يا لهدو دالة، الله، بقالك ساعة عمال تلف وتدور وكلمة من الشرق وكلمة من الغرب. الله، في ايه يالا؟ لساني مش قادر ينطقها، أنا لساني طول كده، مش عارف ليه دلوقتي بقى طول كده. انت بقى عليك فاضي، أنا مش فاضي بقى لشغل العيال ده. استنى بس يا حاج، هتكلم وأمري لله. أنت عارف إن هدهد ابن بلد وما يقبلش على نفسه إنه يشوف راجل كبارة زيك ومحترم حاجات كده بتحصل من ورا قفاه. ما تتكلم على طول يا واد. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. شاهين يا حاج، شاهين اللي أنت ربيته وكبرته وخلك عليه من ساسه لراسه، ما رعاش غيبتك يا حاج ولا رعى حرمة بيتك. تقصد ايه بالكلام اللي انت بتقوله ده؟